مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائنا طلاب الصف السابع في لقاء متجدد من الوحدة الأولى الأعداد الصحيحة والأعداد النسبية، لنتابع سوية في الدرس الأول العلاقة بين الأعداد الصحيحة ومعكوساتها، ولنتناول من خلال هذا الدرس الربط بين الأعداد الصحيحة ومعكوساتها وقيمها المطلقة في مثال رقم 2. لنتذكر قبل البدء في هذا الدرس أنه عند تجميع كميتين متعاكستين يكون الناتج صفر، فمثال ذلك عندما نقول 5 زائد سالب 5 يعطينا صفر، وعندما نقول 12 زائد سالب 12 يساوي صفر. لاحظوا أن العدد هنا زائد معكوسه يساوي صفر عند جمع هذان العددان، واللذان يشكلان كل واحد فيهما معكوس للآخر، الناتج دائما صفر. عندما نقول سالب 8 زائد 8 أيضا يعطينا الجواب صفر. الآن لننتقل إلى صفحة 9 من الكتاب المدرسي في مثال 2، وهو تجميع الكميات المتعاكسة. لدى حمد 20 ريال في حساب توفيره، أودع فيه 160 ريال، وبعد أسبوعين سحب منه 160 ريال. كيف تغير رصيد حساب توفير حمد؟ لنلاحظ الآن على خط الأعداد الكمية التي في رصيده، والكمية السابقة التي في رصيد حمد هي 20 ريال. الآن في البداية أودع، وكما تعلمنا سابقا في الدرس الماضي أن الإيداع هي عملية موجبة، بينما السحب هي عملية سالبة. إذن الإيداع هنا عملية موجبة، إذن سيتجه باتجاه اليمين أو اليسار؟ ما رأيكم؟ هل سيتجه على خط الأعداد اتجاه يمين أو يسار؟ بالتأكيد أحسنتم، سيتجه باتجاه اليمين من المبلغ الابتدائي وهو 20 ريال، ليصل 160 زائد 20 سيكون حامد في رصيده الآن 180 ريال. الآن في الأسبوع الثاني وبعد أسبوعين سحب منه 160 ريال، إذن لديه 180 ريال الآن، سحب، ومعنى سحب الاتجاه السالب، إذن السحب هو سالب، إذن سيتجه باتجاه اليسار 160، إذن سيعود مرة أخرى. لاحظوا الآن أودع 160 ثم سحب 160، إذن كيف تغير رصيد حساب توفير حمد؟ هل تغير حسابه عن المبلغ الابتدائي الذي دفعه 20 ريال؟ بالتأكيد لا، أحسنتم. لماذا؟ لأن عملية السحب وعملية الإيداع كانت في نفس الرقم وعدد أعداد متعاكسة، فسيكون تجميعها صفر، فلن يكون هناك تأثير على رصيده. إذن كيف تغير رصيد حساب توفير حمد؟ مقدار التغير كان صفرا، أحسنتم. إذا بقي حساب حمد كما كان في البداية، لأن تجميع المبلغ المودع والمبلغ المسحوب يساوي صفر. الآن لننتقل إلى حاول أن تحل في هذا السؤال. كانت درجة الحرارة في الصباح 23 درجة سلسيوس، وعند الظهيرة ارتفعت بمقدار 7 درجات سلسيوس، وبحلول المساء انخفضت بمقدار 7 درجات سلسيوس، كيف تغيرت درجة الحرارة؟ نلاحظ الآن أن التغير في درجة الحرارة أيضا يساوي صفر، لأن درجة الحرارة ارتفعت 7 درجات ثم انخفضت بنفس المقدار 7 درجات، إذن يلتقي هنا لدينا العدد ومعكوسه، وكما تعلمنا أن تجميع العدد ومعكوسه يعطينا
صفر. إذن التغير في درجة الحرارة يساوي صفر، فدرجة الحرارة ستبقى كما هي 23 درجة سلسيوس. أحسنتم. ننتقل أيضا إلى التذكر بمفهوم القيمة المطلقة. القيمة المطلقة هي المسافة بين أي عدد على خط الأعداد والصفر، وتكون دائما قيمة موجبة ويرمز لها بالخطين المتوازيين كما نلاحظ. الآن نأخذ هذا التمرين، جد قيمة ما يلي: القيمة المطلقة للسالب 9، لاحظوا أنها هي قيمة دائما موجبة، إذن سيساوي 9. عندما نقول القيمة المطلقة للتسعة هي عبارة عن، أيضا هي عبارة عن 9، كيف يكون ذلك؟ تعالوا بنا على خط الأعداد لنرى كيف أن القيمة المطلقة للعدد السالب والموجب هي قيمة موجبة. لاحظوا أن تعريف القيمة المطلقة هي مسافة، والمسافة دائما هي قيمة موجبة. نلاحظ الآن المسافة بين الصفر والتسعة كم خطوة وكم وحدة طول؟ هي عبارة عن، لو قمنا بعدها هي عبارة عن 9 وحدات. الآن نذهب إلى الطرف الآخر وهي المسافة بين الصفر والسالب 9 على الطرف الآخر، أيضا لو قمنا بعدها هي عبارة عن 9 وحدات. إذن لاحظوا، إذن مفهوم القيمة المطلقة هي عبارة عن مسافة، لذلك قلنا أن القيمة المطلقة للسالب 9 هي 9، والقيمة المطلقة للتسعة أيضا 9. لنأخذ مثالا آخر، لو قلنا القيمة المطلقة للسالب 4 هي عبارة عن، أحسنتم، هي عبارة عن 4، والقيمة المطلقة للأربعة أيضا هي عبارة عن 4، بمفهومها على خط الأعداد هي عبارة عن المسافة. لنبدأ الآن بتمارين ومسائل وننتقل قبل البدء بها إلى ملخص المفهوم الذي يركز على تجميع العدد الصحيح n ومعكوسه سالب n. لاحظوا أن معكوس العدد هو مخالف له في الإشارة فقط. تجميع العدد n ومعكوسه سالب n يساوي صفر. لو ذهبنا إلى خط الأعداد ولاحظنا موجب 4 من 0 إلى 4، ثم عدنا مرة أخرى 4 خطوات لليسار فهي سالب 4. لاحظوا من هو الرقم الذي بدأنا منه وما هو الرقم الذي انتهينا إليه. لاحظوا الآن، ذهبنا ومشينا 4 خطوات لليمين ثم عدنا 4 خطوات مرة أخرى بدءا من الصفر، إذن سنعود مرة أخرى إلى الصفر، وفي هذه الحالة 4 والسالب 4 كل منهما معكوس للآخر، إذن تجميعهما يساوي صفر كما لاحظ. لنبدأ بهذا التمرين صفحة 10 الذي يقول: مرر منطقيا. لتكون شحنة ذرة ما صفرا، يجب أن يكون عدد البروتونات فيها، شحنة البروتون يعني، موجب 1، مساويا لعدد الإلكترونات وهي شحنة الإلكترون سالب 1. تحتوي ذرة الهيليوم على ذرتين من البروتون وذرتين من الإلكترونات، وضح لماذا شحنة ذرة الهيليوم يساوي صفر. الآن كما لاحظنا من خلال هذا السؤال في معطيات السؤال أن شحنة البروتون موجب 1 وشحنة الإلكترون سالب 1، لكن عدد البروتونات هنا 2 وعدد الإلكترونات أيضا 2. الآن عدد البروتونات 2 لكن شحنة البروتون موجب 1، لو قمنا بعملية الضرب، 1 ضرب 2 سيعطينا 2، ولو قمنا بضرب شحنة الإلكترون وهي سالب 1 ضرب عدد الإلكترونات وهي 2 ستعطينا سالب 2. الآن لو قمنا بتجميع هاتين الكميتين الإجابة ستكون صفر، لأنهما كميتين كما أخذنا سابقا، هما كميتين متعاكستين. إذن في هذه الحالة، وهذا هو التبرير لماذا شحنة ذرة الهيليوم تساوي صفر. ننتقل إلى صفحة أيضا 10،
يبين الجدول المجاور نتائج أعضاء فريق الجولف. إذا كانت محصلة نتيجة الفريق صفر، أوجد نتيجة سعد. لاحظوا الآن، نتيجة هذا الفريق صفر. في البداية سالب ثلاث زائد ثلاث كميتين متعاكستين، الجواب يساوي صفر. الآن من هو العدد الذي سنجمعه إلى الواحد والأربعة حتى يعطينا الجواب صفر؟ لو قمنا الآن في البداية بتجميع الواحد والأربعة سيعطينا خمسة، إذن من هو العدد الذي سنقوم بجمعه للخمسة ليعطينا صفر حتى تكون محصلة المجموع للنتيجة يساوي صفر؟ نعم، هو معكوس الخمسة وهو سالب خمسة، إذن نتيجة سعد هي سالب خمسة. الآن لو قمنا بجمع سالب خمسة مع الخمسة سيعطينا صفر، ولاحظوا الآن صفر زائد صفر يعطينا صفر، إذن هكذا تكون نتيجة الفريق كاملة تساوي صفر، بأن تكون نتيجة سعد هي سالب خمسة. ننتقل إلى سؤال صفحة 11. تقول هدى أن النقطتين A و B تمثلان عدد صحيح ومعكوسه، ما المعكوس للعدد الصحيح الذي تمثله النقطة A، وما المعكوس للعدد الصحيح الذي تمثله النقطة B؟ في البداية النقطة A هي عبارة عن سالب 7، لو قمنا بالعد هذه الوحدات والخطوات من الصفر إلى النقطة A سيعطينا سالب 7، والنقطة B لو قمنا أيضا بالعد سيعطينا 8. إذن هل الكميتان هاتان الكميتان متعاكستان؟ بالتأكيد لا، إذن قولها غير صحيح في هذه الحالة، لأن السالب 7 ليست معكوس للثمانية والعكس. في صفحة 12 سؤال 15، اكتب حالة يمكن تمثيلها بمعكوس العدد سالب 42. أعطونا حالة من الحياة العملية ومن المسائل العملية بحيث تكون حالة تمثل معكوس العدد سالب 42. أولا معكوس العدد سالب 42 هو موجب 42، أحسنتم. الآن لنقول مثلا ارتفعت درجة الحرارة في أحد أيام فصل الصيف إلى 42 درجة مئوية. لاحظوا الآن، إذا مثلنا معكوس العدد سالب 42 بحالة من خلال ارتفاع لدرجة الحرارة، وكما تعلمنا أن الارتفاع يكون في هذه الحالة موجب. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا موضوع هذا الدرس، نلقاكم في خير في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.